مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. سأل في إحدى المرات تلميذ معلمته سؤالا، فقال لها: لماذا لم تتزوجي حتى الآن وأنت جميلة جدا؟ فقالت: كان هناك امرأة ولدت 5 بنات وحملت مرة أخرى، فهددها زوجها إن ولدت بنتا فسوف يتخلص من الطفلة، وبالفعل قد ولدت بنتا. فقام الرجل بوضع البنت عند باب المسجد بعد صلاة العشاء، وعند صلاة الفجر وجدها بمكانها لم يأخذها أحد، فأحضرها إلى المنزل وظل كل يوم يضعها عند المسجد وعند الفجر يجدها. 7 أيام مضت على هذا الحال، وكانت والدتها تقرأ عليها القرآن وتدعو الله ألا يأخذها أحد. مل الرجل فأحضرها، وفرحت الأم بها كثيرا. حملت الأم مرة أخرى وعاد الخوف من جديد، لكن هذه المرة كان المولود ذكرا، لكن البنت الكبرى ماتت. ثم حملت وكان ولد آخر، فماتت البنت الأصغر منها، ومع مرور الوقت توفيت الأم وكبرت البنت وكبر الأولاد. قالت المعلمة: أتدرون من هي هذه البنت التي أراد والدها التخلص منها؟ إنها أنا، ولهذا السبب لم أتزوج، لأن والدي ليس له أحد يرعاه وهو كبير في السن، وأنا أقوم برعايته. أما إخوتي 5 فيحضرون لزيارته، منهم من يزوره كل شهر مرة، ومنهم من يزوره كل 2 شهر. أما أبي فهو دائم البكاء نادما على ما فعله بي، ولكن أنا أحب والدي وسأظل أخدمه طوال العمر. عزيزي المشاهد، إذا رزقك الله بطفلة قل الحمد لله، قد تكون رزقتك مكتوبة بهذه الطفلة. الله كرم الرجال أن جعلهم أنبياء، ولكن الله كرم النساء أن جعلهم أمهات الأنبياء، ولأن الجنة تحت أقدام الأمهات يجب أن نرعاهم بقلب رحيم دون مقابل. والله إن هذه القصة أبكتني وأثرت بشكل كبير بي. أرجو من الجميع أن يرسلوا هذا الفيديو إلى كل أم، إلى كل ولد، وإلى كل شخص ليعرفوا معنى كلمة الأم. حفظك الله يا أم. أنا عندي سؤال لك عزيزي المشاهد، هل ابتسمت في وجه أبيك أو أمك اليوم؟ هل قبلت يديهما؟ هل قلت لهما شكرا؟ إذا لم تفعل ذلك الآن وبدون تردد، قم واذهب إليهم وقبل يداهما، وتذكر أن الله يرضى برضا الوالدين. ساكنة في وسط دم وزال غم فنها، واصرخوا لو زاد همي وين همي وينها. ساكنة في وسط دم وزال غم فنها، بصرخوا لو زاد همي وين همي وينها.